بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم حضوركم. أشكر منصة متطوعي الإمارات في حملة بالإمارات نتطوع، الإمارات تتطوع، اسمحوا لي، على إتاحتي الفرصة لتقديم دورة تحليل الشخصيات إن شاء الله، دورة خفيفة إن شاء الله، دورة عادة في يومين تقريبا أعطيها، بس المرة هذه إن شاء الله في غضون ساعة نعطي مقتطفات من كل شخصية في المقياس اللي بنطرح إن شاء الله اليوم. نقول بسم الله، نتوكل على بركة الله. أسرار وخبايا تحليل أنماط التفكير أو أنماط الشخصية. بنتكلم اليوم عن مقياس اسمه مقياس هيرمان، مقياس جدا جميل يفهمنا ويعرفنا للناس، نبدأ نفهمهم طريقة سهلة وسريعة بس من خلال تفكيرهم، مو بندخل في تفكيرهم، من خلال تفكيرهم كيف ينظرون إلى العالم، كيف الناس كيف ينقلون المعلومة وكيف يستقبلون المعلومة. في إذا كنا نحن سايرين مثلاً طالعين من أبوظبي إلى دبي، سبحان الله وقدر الله أن استوى قدامنا حادث، استوى قدامنا حادث، الناس هني بتروح إلى يعني ردود أفعالها بتروح إلى ثلاث أقسام أو إلى ثلاث أفعال. في ناس على طول بيروحون يساعدون الشخص المصاب، أو يعني على طول بيسرعون إلى الحادث دايركت، وفي ناس لا يفكر كيف استوى الحادث وكيف صار، أكيد هذا لف على الثاني فالثاني لف ودعم، أو أن بنشر التاير عليه وأكيد أن تجاوز المسار. فكل واحد بيفكر، وفي ناس بيقول حرام يمكن في حد تعور ويمكن في حد، فتأخذهم العاطفة أكثر. فهني الناس ينقسمون إلى ثلاث أقسام أو أربع أقسام إن شاء الله بندرسها أو بناخذها إن شاء الله اليوم. بعرفكم بنفسي، أخوكم الدكتور يوسف الحمادي، حاصل على شهادة دكتوراه، ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في هندسة إلكترونيات. عندي لله الحمد شهادات كثيرة في التدريب، شهادات في القيادة الشاملة وبناء فرق العمل، في تحليل الشخصيات، واليوم نأخذ جزء من تحليل الشخصيات، شهادات في ممارس معتمد في تطوير الأفراد وبناء الذات، حصل على دبلومات تدريبية عديدة لله الحمد والمنة. إخواني، نخلي الأسئلة إلى آخر الدورة إن شاء الله، تقريبا آخر ربع ساعة مخلي في مجال كبير للأسئلة. اللي عنده أسئلة ممكن الحين يكتبها ويخليها ونشوفها لبعدين إن شاء الله، ونصفحها إن شاء الله ونجاوب عليها بإذن الله. سؤال: شو أهمية معرفة الشخصيات؟ مو بنماط التفكير، الشخصيات بشكل عام. سؤال لكم، يلا تري الجواب. كيف نتعامل معها؟ حلو. كيف نتعامل مع الشخصيات بشكل عام أو بشكل أساسي؟ جدا جميل. تسهيل عملية التعامل مع الأشخاص، أيضا في بعضهم عشان أعرف شو مفاتيح الشخص وكيفية، أيوة هاي نقطة مهمة، شو مفاتيح الشخص مثل ما قال أخوي مصطفى،
شو مفاتيح الشخص، كيف أقدر أوصل للمعلومة، وكيف أستقبل من المعلومة، وكيف إذا أنا تكلمت بحس بأريحية، بحس بأريحية كبيرة، وكيف أن إذا نقل لي المعلومة بيعرف 100% أن المعلومة انتقلت صحيحة لأني أنا فاهم شو اللي هو يقصده. جميل، التعامل صحيح جدا أكيد. زين، عندنا هني مثل ما نشوف الإنسان، نحن لما نحلل الشخصيات في كذا منظور، بنلاحظ أن من لغة الجسد هذا منظور يختلف اختلاف ثان ومختلف عن منظور مقياس الـ MBTI، يختلف اختلاف ثاني عن حتى الفراسة. علم الفراسة علم جميل جدا وعميق للي يحب ياخذ فيه، جدا جميل. والبدو متمرسين في علم الفراسة، ما شاء الله عندهم الفراسة عالية. النظام التمثيلي، المواهب القيادية أيضا إحدى المقاييس في تحليل الشخصيات، في من خلال المواهب القيادية، إذا الشخص كان عنده موهبة في التأثير، في التنفيذ، في كذا، فالمواهب القيادية إحدى المناظير في تحليل الشخصيات. بالجرافولوجي، الجرافولوجي اللي هو تحليل الخط، بالنسبة لي ما أعرف كثير عن الجرافولوجي، بس عن الأشياء الثانية الحمد لله. من أنماط التفكير، وهذا اليوم اللي نحن مناخذه، الذكاءات المتعددة، 8 ذكاءات متعددة، نقدر نحلل الشخصية من خلال ذكاءات متعددة. فإذا حللنا الشخصية من خلال الذكاءات المتعددة، بيختلف إذا حللنا عن طريق لغة الجسد أو عن طريق أنماط التفكير، بيختلف اختلاف ثاني، ولكن هو الإنسان، ولكن المنظور يختلف. فنحن هني مننظر إلى الإنسان من خلال منظور تحليل أنماط التفكير. مثل صيني جميل جدا يقول: راقب أفكارك لأنها سوف تصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها سوف تتحول إلى أفعال، وراقب أفعالك لأنها سوف تتحول إلى عادات، والعادات هي بتكون شخصيتك، هي بتكون منو أنت، وشخصيتك تحدد مصيرك. فكيف نوصل لهذه؟ من خلال الأفكار، كيف نحلل الأفكار، كيف نحلل طريقة تفكير الشخص الآخر. عندنا نموذج الرباعي، بس دقائق. نموذج الرباعي اللي هو النموذج اللي هو المقياس نفسه، بنشوف عندنا هنا 4 شخصيات: الأزرق، الأخضر، والأحمر، والأصفر. هذه العبارة عن شخصيات، كل شخصية تختلف عن الثانية، ولكن إذا لاحظنا إن هي مترابطة. نحن فينا الشخصيات هاي كلها الأربعة، ولكن بنسبة وتناسب. الأربع شخصيات أو الأنماط مترابطة لأن هي تكون شخصيتنا. كل منطقة وكل جزء يختص بطريقة معينة لعمل العقل، وهذه إن شاء الله بناخذها. شو الأزرق؟ شو النمط الأزرق؟ شو النمط اللي هو الـ A، الـ B، الـ C والـ D؟ شو النمط هذا؟ وكيفية معرفة حسناته ونقاط الضعف فيه، وكيفية تحسينها. الطرق الأربعة تعمل سوياً لأنها عبارة عن، لأنها تشكل الدماغ الكلي في منظور هو يكون الغالب علينا، في منظور هو يكون الغالب علينا. والمنظور هذا يعني نحن نقول ليش والله أنا بس شخصية واحدة؟ لا، نحن كل الشخصيات، ولكن نسبة وتناسب. في شخصية تكون عالية أو عندنا نحن نقول عنها منطقة عالية، ومنطقة تكون صغيرة شوية.
ايوه ينع الازرق، الازرق اللي هو التحليلي، الشخصيه التحليليه، وهاي موجوده فينا، ولكن ممكن تكون نسبه بسيطه، ممكن تكون 50%، ممكن تكون 80%، ممكن تكون 100%، وممكن تكون 20%، عادي جدا عادي جدا. التحليلي، شو الشخصيه التحليليه او شو النمط التحليلي؟ النمط التحليلي يحب يحلل كل شيء، يحلل المباريات، يحلل السياسه، يحلل الامور الماليه، يحب يحلل كل شيء، عند هوايه وعند شغف في التحليل. استوى حادث يحب يحلله، استوى موقف يحب يحلل، عنده حب التحليل، وهالشيء طبيعي. يحب الحقائق والبيانات، كل شيء لازم يكون واضح قدامه، وكل شيء يكون لازم يكون ان كل شيء واضح، كل شيء مبين، ما يحب الغموض في اي شيء. يعني اذا اعطيناه معامله، او اذا مثلا اذا قلنا له مثلا باكر اجازه، الشركه قالت لنا باكر اجازه، هو بيصدق، مو انه بيكذبك، هو يصدق، ولكن بيقول لك وين الايميل، وين الدليل، يجيب لي دليل. مو معناه اني انا كذبك، مو معناه اني انا بعد ما اعرف اذا انت صادق ولا كاذب، لا هو مصدقنك، ولكن لازم يكون على عنده يعني عنده حقائق، عنده ايميلات، عنده دوكيومنت قدامه، لازم كل شيء يكون واضح قدامه. ما يحب والله قالوا لي، والله سمعت، لا ما عنده هالشيء، يحب كله يكون على درايه وعلى اساس من الحقائق والبيانات. يحب الأرقام، يستمتع بالأرقام. عند المال والجدوى، المال والجدوى مو معناه أنه هو بخيل، هو إخواني، بس نقطة لكل الأنماط الأربعة، كل الأنماط جميلة وكل الأنماط حلوة، ولكن أي شيء زاد عن حده استوى مزعج. حلو لما الشخص يكون حريص، ولكن لما يكون بخيل بينهم شعرة، بين الحرص والبخل، إذا زاد الحرص يستوي بخل. صفة الحرص جميلة، صفة الحرص رائعة والناس يحبونها، ولكن ما يحبون البخيل. لما نقول نحن حريص ما نزيد الحرص عشان ما تكون وما تتطور وتكون إلى بخل. فالإنسان التحليلي يحب المال، يحب الجدوى. الجدوى يعني معناه كل شيء عنده منه فايدة، معناه ما يح... يعني مثلا بالآيفون، الحين ما شاء الله عندنا الآيفون 11 برو كذا، وممكن تحس تشوفه عنده، ممكن يكون عنده آيفون 8 آيفون 9، يقول أنا بعد ما أحتاج، كل اللي أبغيه موجود في التليفون هذا، ما احتاج بعد تليفون ثاني، وما احتاج تليفون يكون غالي وكذا، ليش اصرف بذاتي على شيء انا بعد ما استخدمه؟ كل الاشياء البنفيتس والاشياء اللي انا احبها واللي انا ابغيها موجود في التليفون. فعند الجدوى ما ياخذ شيء الا لغايه معينه، مو بانه والله رفاهيه، رفاهيه موجوده، ولكن مو في كل شيء. ممكن تشوف يعني ممكن تشوف موبايل عادي جدا، مو بلازم يكون اجدد موديل واحسن موديل وكذا، يقول انا بعد ما احتاج، الامور طيبه معي. النتائج لازم تكون واضحه له، خصوصا اذا كان المدير، لازم تخبره بالنتائج، مو شو رايك تسوي المشروع هذا، وما اعرف كيف ممكن تكون النتائج، ممكن النتائج بعد ما تكون مبهمه، ما تكون واضحه، لا النتائج لازم تكون واضحه له. يحب النتائج تكون واضحه، يحب يركز في كل نقطة، يحب يخلص تركيزه، يخلص في نقطة يروح على نقطة ثانية، يروح على نقطة ثالثة. ما يحب التشتت، خصوصا لما يتكلم بتشوفها ياس يتكلم مركز في نقطة ويروح تسلسل إلى نقطة أخرى، مو تشوفه عشوائي يتكلم في شغلة ويروح لشغلة ثانية ويروح لشغلة ثالثة، لا يحب يركز في كل موضوع. ولاحظوا يحب يخلص نقطة ويروح لنقطة ثانية. وفي بعض الأشخاص لا ما شاء الله عليهم يحبون يتكلمون في كذا موضوع في وقت واحد،
بيتكلم لك عن شو فطر اليوم زين، وممكن يتكلم لك عن امور كوره ولا امور في البلاي ستيشن مثلا او شيء. في نفس الوقت التركيز عندهم في التحليلي جدا عالي، في النمط الثاني لا بعد ممكن يكون التركيز اقل. مو معنى هذا صح وهذا غلط، لا كلهم صحيحين وكلهم جدا عاديين، ولكن يختلف من شخص الى اخر. الشخصيه التحليليه شخصيه مقيمه. شو معنى مقيمه؟ يحب يقيم كل شيء. مثلا الشخصيه هذه اذا قلنا له والله عندنا لاند كروزر زين مثلا موديل 2006 8 سلندر لون ابيض كم تسوى؟ بيقولك والله تسوى من كذا الى كذا. يحب يقيم، يعطيك التقييم الدقيق. والله عندي الشغله الفلانيه كم ممكن اشتريها، بكم ممكن ابيعها. هذا الانسان مقيم رائع وتقييم عنده جدا عالي. اوكي وصلنا لإيجابياته ونقاط التحسين فيها. إيجابيات أنه إنسان قيادي، قراراته صائبة لأنها مبنية على أسس تحليلية وبيانات واضحة ونتائج واضحة. عنده زيادة الحرص على المال تكون مزعجة، خصوصا إذا مثل ما قلنا زادت عن حد تكون مزعجة. عناده عنيد جدا لأنه في منظورة عنده نتائج وعنده حقائق معينة لازم تجيب له أدلة وبراهين عشان تقنعه. المشاعر عنده قليلة وهالشيء طبيعي زين، مو معناه ما عنده مشاعر، لا عنده مشاعر، ولكن في العمل يمكن تشوف بعد ما عنده مشاعر، خصوصا إذا كانت قرارات حازمة بتشوف أن المشاعر تروح على صوب وتبدأ الأمور التحليلية أكثر وقرارات تكون حازمة. نقاط التحسين فيها هو لكل شيء لازم يحاسب عليه، كل شيء لازم يكون ليش سوينا هالشغلة؟ زين مشيها، لا 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 ليش؟ وليش؟ زين خف شوية من هذا الليش زين ومشي معنا. تصلف الرأي لأنه يعتقد أنه هو على صحيح على حق والآخر على باطل، فعشان تين نحن لازم شو نسوي؟ نجيب له أدلة وبراهين. يحرم نفسه من عفوية الحياة بما معناه إنه زين اشتر سيارة جديدة ما شاء الله، في سيارات حلوة وسيارات نظيفة وسيارة، لا لا أنا سيارتي وعيبتني ومرتاح فيها. ممكن تشوف سيارة جريمة، ولكن مو معناه مو بعشان بعد ممكن تشوف عنده خير لله الحمد، ولكن يقول لا أنا بعد مرتاح في سيارتي، لا شوف لك سيارة أخرى. لا تحرم نفسك من متعة الحياة. يجادل كثيرا لأن مثل ما نحن نقول أن عارف كل شيء والأشياء اللي عنده دقيقة جدا، فلازم نحن ندخل معاه ونعطيه أدلة وبراهين أكثر وأكثر عشان نقنعه. سؤال الحين خلصنا النمط الأول، كم من 10 تعطي عمرك؟ يلا نشوف الحين الأسئلة الإجابات. ثلاثة بالمئة سبعة حلو جدا عادي. إذا 2% عادي كم تعطي عمرك أخوي مصطفى من 10 في النمط التحليلي؟ في بعضنا يقول مثلا يعني اختي وفاء ما فيها فتعطي عمرها 2 من 10 وهالشيء عادي جدا لان عندها الانماط الثانيه عاليه اكيد ان شاء الله ممكن 5 حلو. عرفنا الحين النمط الاول او الشخصيه الاولى اللي هي الشخصية التحليلية، والشخصية موجودة فينا ولكن بنسبة وتناسب مثل ما شفنا في عندنا الحين في الإجابات. في بعضهم 2 بعضهم 5 بعضهم يكونوا 6 بعضهم 8 بعضهم ممكن يكون 10. وعشان نعرف أعمق وأعمق لأن الحين نحن نعطي البيسك
حلو. فنحن حين نعطي البيسك، بس إذا كنا نتعمق في كل شخصية هذه يبقى لنا فترة طويلة ودورة كاملة يعني إن شاء الله. أوكي، الحين نروح عن النمط الثاني. خلصنا من النمط الأول اللي هو الأزرق اللي هو A، كان النمط التحليلي. الحين نقول بسم الله نروح على النمط الثاني. النمط الثاني اللي هو الأخضر اللي هو هذا اللي نحن نقول عنه البي. النمط هذا نمط تنفيذي، نمط تنفيذي يحب التنفيذ، ناخذ معلومات عنها. يحبون التنفيذ، عندهم حب في التنفيذ، يحبون ينفذون كل شيء. إذا بغيت منه شيء هالشخص هو أحسن واحد ينفذ لك. يمكن ما يشغل عمره بتحليل الشغلات وكيف الشغلة هاي استوت وكذا، لا لا، يحب أنه ينفذ، يبلي الشغلة وأنا بنفذها. لا تعور راسي تحليل ما تحليل وكيف أحط الاستراتيجيات كذا، لا، يبدأ الاستراتيجية وين بنفذها لك. يحب التفاصيل لأنه لازم ينفذ، فلازم عنده التفاصيل عالية، لازم نعطيه التفاصيل، لازم نقول حقه والله نسوي كذا ونسوي كذا، وفي المرحلة الثانية شي بتسوي شي بتسوي. يحب كل شيء بتفاصيلها. يحب الصيانة، وإن شاء الله بعد بناخذ عنه شوي في بعض الامور. يحب الصيانه ويحب ان ينفذ الامور بايده، ما يحب حد ثاني يشتغل له، لا، يحب ان يتعبث مثل ما نحن نقول يتعبث في الشغلات هذه. يحب الترتيب، يحب يرتب كل شيء. وممكن يكون الترتيب، اسمحوا لي، ممكن يكون الترتيب بعد مو بالترتيب، نحن نقول الترتيب العشوائي. الترتيب العشوائي بالنسبه لي انا طاولتي مرتبة، ولكن بالنسبة لغيري لا، طاولتي مبعثرة. الشخص هذا يحب يحط كل شغلة في مكانها، والترتيب عنده مهم في كل شيء. ممكن تشوفه يالس زين، وتشوفه شوي شي حرك موبايل حطه على صوب، الأوراق على صوب، الأوراق اللي ما يبيها على صوب، فكل شيء عنده مرتب وواضح قدامه. يحب طاولته تكون نظيفة ومرتبة. وحتى في البيت يحب كل شيء يكون مرتب، ما يحب الشغلات تكون بعثرة. إدارة الوقت عنده عالية جدا. الشخص هذا إذا قلت له أنا بمر عليك الساعة 5، بتشوفه جاهز قبل 5 دقائق أو 10 دقائق من قبل ما تتينه. إذا قال لك بمر عليك الساعة 5، بتشوفه بيدك الساعة 5. إذا قال لك اني انا 10 دقائق بكون عندك، معناه 10 دقائق بكون عندك، مو بعشر دقائق مال الشباب وفي دبي ويقولك 10 دقائق وبوصل لك، وانت تبغي يوصل بوظبي عادي. بس هو عند إدارة الوقت جدا عالية، بيقول لك والله في غضون 3 دقائق انا بكون عندك. يحب كل شيء واضح، عنده إدارة للوقت جدا عالية. يحب كل شيء، يعني بخلص الشغلة هذه في نص ساعة وبعدين بشتغل الشغلة الثانية بتاخذ مني تقريبا تقريبا ساعة زين، بعد ساعة ونص أنا بكون عندك. وإذا وصل ساعة ونص وما قدر يجي، بتشوف بيتصل فيك بيقول لك والله اسمح لي بس شوية بتأخر شوية أكثر. الانضباط في كل شيء، دام أنه عنده إدارة وقت يحب يكون مضبوط في إدارة الوقت، يحب يكون مضبوط في مواعيده، يحب يكون مضبوط حتى في لبسه. الأمن والسلامة عنده عالية جدا. يحب مثلا هذا الشخص إذا قلت له والله قم شو رأيك نطلع رحلة صوب الجبال، بيقول لا والله أخاف أن الرجال يتعورون، الرجال هناك مكان مو بآمن، المكان كذا. فعنده الحس الأمني والسلامة عالي جدا. أيوة،
المنظر الشخصي أو المنظر الخارجي للشخص هذا محافظ وملابسه كاملة ومرتب حذر ودقيق، ها من إيجابياته، يستمتع بالإنجازات وما يحب يسوف. إذا قالك بخلص الشغلة هاي يعني بخلصها، إلا إذا طرأ طارئ، ولكن في الأشياء العادية أو في النورمال لايف بتشوفه أنه ما يحب يسوف، مرتب ومنظم وكل شيء عنده في مكان. إذا اتصلت فيه والله يا فلان وين الورقة الفلانية اللي أعطيتك إياها، بتشوفها في المكتب اللي قدامك ثاني درج، بتشوفها في الملف الأول بتحصلها هناك، وكل شيء عنده مرتب منظم. ضياع الأغراض عنده أمر نادر جدا إلا في الحالات، بس نحن نتكلم عن نورمال. ضياع الأغراض عنده نادر جدا، يحترم الوقت فاحترمه وقته. الأشياء اللي ممكن يحسنها، يحب الرئاسة لأنه هو يستمتع بالإنجازات، فلازم كل شيء أنا سويت وأنا سويت، وهالشيء طبيعي. أسير للروتين والتقليد لأنه ما يحب يجدد، يحب كل شيء يكون فيه، يعني المطاعم اللي يروح لها معروفة والأكل اللي يحبه معروف، فأسير للروتين. زين ابن الحلال في مكان ثاني أفضل وكذا؟ لا لا لا، أنا شيء مرتاح. يمكن تنبؤ بأفعاله. إذا قلت إذا بينكم وبين الحين الساعة 4:30 فلان وينه؟ يطلعون أوكي 4:30 بتشوفها راقد، بينشنك على الساعة 5 أو 5 إلا، وبتشوفها بعدين بيروح يركض أو بيسي يسوي رياضة. أفعاله متنبأ بها، يولد الملل لأنه أسير روتين. يحب لما يروح المكان يحب يروح نفس المكان، ما يحب يجدد، يقول لا ليش اروح المكان هذاك، يمكن المكان مو بآمن، يمكن المكان بعد مو مرتاح فيه، لا انا هالمكان عيبني وهالمطعم عيبني وهالاكل عيبتني. لا يتمتع بالمرونه، ايوه، بس هني كيف نتغلب على هذا؟ مثلا اذا قلنا للشخص عنده نمط بيع عالي، زين نقول حقه يا فلان اليوم انت معزوم على عشاء معنا، نوديه إلى مطعم جديد مثلاً، زين نخليه يجرب أكلة جديدة، إذا عيب المطعم عيب الأكلة بيحطيها في الليستة عنده، في ليستة الأماكن اللي ممكن يروح لها مرة ثانية. فهني ممكن نحن نكسر فيه الملل هذا ويتمتع بشوي أريحية ومرونة فيها. أوكي الحين سؤال لكم، كم من 10 في النمط التنفيذي؟ عندكم السؤال. ما شاء الله. هل ممكن هناك ايوه هي. وحتى في الأربعة بعد أخي مصطفى. لا أختي وفاء موجود ولكن بنسبة. كم الرقم اللي تعطوه من 10 حقكم انتم في النمط هذا؟ ما شاء الله حلو. 9 جميل، 10 ما شاء الله حلو. لاحظنا الحين النمط هذا اختلف نسبته عن النمط الثاني. مو بشرط كل السلبيات تكون موجودة فيك، مو بشرط كل الإيجابيات تكون موجودة فيك، ومو بشرط كل الشخصية تكون فيك. ممكن تأخذ أنت بعض الأشياء الإيجابية وبعض الأشياء السلبية موجودة فيك، خلينا نعترف فيها، زين، ولكن مو كلها. وقلت لك الدورة هذه ما بعطي كل الشخصية، ولكن أعطي نبذة عن كل شخصية. أوكي نروح على الشخصية الثالثة أو النمط الثالث. اسمحوا لي. النمط الثالث اللي هو النمط الأحمر اللي هو C اللي هو العاطفي بقلب كبير اللي يحب الناس كلهم
واللي ما يحب يزعلهم، واللي مشاعره اتجاه الناس أكثر من مشاعره اتجاه نفسه، يحب يرضي الناس ولو على حساب نفسه. هالإنسان العاطفي اللي عنده نتوركينج مثل ما نحن نقول، شبكة شبكة تعارف كثيرة مع كل الناس وكل الأماكن. إنسان عاطفي ما يحب يزعل حد ولو على حساب نفسه. علاقاته مع الآخرين جدا عادية، يحب يكون علاقات معاهم. المشاعر عنده عالية، معنى أنه ممكن يحس فيك بشكل أسرع وأكثر من التحليلي. التحليلي لا، ليش قال الكلمة هذه وشو قصده؟ المشاعر لا، بيحس فيك من قلبه، نحن نسميه بقلب كبير هذا. يحب الرعاية، آسف، العواطف والرعاية عنده عالية. يعطف على الناس وكل شيء، يقول لا حرام، ليش زي، يمكن ما قصدك كذا، يمكن ما قصدك كذا. ما يسي ياخذ بمنظور عقلي كثر ما هو ياخذ بالقلب. يهتم بالانسان، يهتم بحاجات الانسان ولو على، مثل ما قلت لكم، ولو على حساب نفسه. البديهه الحسيه، ممكن يحس فيك انت ممكن بعيد تكون، زين الشخص جاي وهو حزين، هالشخص جاي وهو فرحان، الشخص هذا حين جاي لي أكيد عنده شغلة ويبي يخلصها، أنا بساعده ما عندي مشكلة. الشخص هذا جاي وبعد وراه مشاكل، جاي وعنده خبر، زين، فممكن يحس، وحتى بعد ممكن بالتليفون يحس فيك، يا فلان شو فيك، ليش زعلان؟ مع إن كلمت عادي، ولكن يحس، عنده البديهة الحسية عالية جدا. منظر الشخصي بسيط جدا، عادي جدا. كثير تردد، يخاف، ليش يتردد؟ لأنه يخاف على مشاعر الآخرين، على حساب نفسه، لا أسوي كذا، لا بعد ما بسوي، أخاف أن فلان يمكن يزعل، يمكن أجرح فلان. صداقاته واسعة، محبوب لمن حوله، لأنه إنسان يعني فاتح قلبه للناس كلهم، فالكل يحبه. وتشوف بسمته دوم مع الكل، لا يطلب ولا يلح. إذا لكم، وإذا طلب منكم مرة، لو سمحتوا لبوا طلبه، لأن إذا طلب مرة ما بيكررها مرة ثانية. ما يحب يلح، ما يحب يسوي في نفسه، في قرارة نفسه. إذا قال بيقول أنا إذا قلت لهم مرة ثانية يعني أنا وايد أشك، وايد أطلب، لا ما حب يشعرون بهش الإحساس هذا، ما حب يحسونه، فهو ما يطلب وبعد ما يلح. أوكي، الحين يحسن الظن بالآخرين، عنده الإحسان بالظن لدى الآخرين. فلان قال عن كذا، لا يمكن مو قصده، يمكن كان زعلان، يمكن كان مضايق، يمكن كان في شيء، فنحسن الظن. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحسن الظن، نلتمس العذر للآخرين. صاحب عواطف ومشاعر كبيرة وجياشة، يحب أن إذا قلت له صباح الخير، صباح الخير والنور والسرور، شو هالابتسامة الحلوة، شو كذا، يعطيك العواطف، يحسسك. فعشان شي صداقات جدا كبيرة وصداقات واسعة مع الكل. عندنا نقاط التحسين فيها، خلينا نروح لنقاط التحسين. أيوة، الحماس المفرط عند إعجابه بفكرة جديدة. إذا قلنا هذا، يا فلان شو رأيك بفكرة؟ والله فكرة حلوة، والله فكرة جميلة، شو رأيكم نسويها وكذا، تشوف حماس جدا، يعطيك الإحساس الجميل. يعني حساس جدا، فما نجرح هالشخص. يحل ويعالج مشاكله بطريقة عاطفية وليس المنطقية، بطريقة من القلب وليس من العقل. وهالشيء في بعض القرارات تكون خاطئة، لازم نحن نوازن بين العقل والقلب، نوازن في قراراتنا، نوازن في حل مشاكلنا بين العقل والقلب. كثير القيام بالعمالة التطوعية، وهالشيء بيخليه يتعب وايد ويرهق نفسه كثير فيها،
ولكن يحب هالشيء، يحب إن يكون يحب يساعد الناس. سؤال لكم للمرة الثالثة، كم نسبتك في النمط العاطفي؟ يلا 5. حلو، جميل، توازن، حلو، تقريبا 8.5 بعد، ما شاء الله، من نص هاي بسموين طلعت، أوكي، 7 و10 ما شاء الله، 9 و9، حلو، سؤال لكم الحين، السؤال الثاني، حطوا الأرقام اللي حطيتوها التحليلي، التنفيذي والعاطفي، كم التحليلي وكم التنفيذي وكم العاطفي، حطوا الأرقام، 3 أرقام عند بعض. رقم فاصلة رقم فاصلة رقم فاصلة، فهمتوا علي؟ حطوا كل نمط كم حطيتوا أعماركم فيه. اختي عبير هني بيكون مو بالأنسة. حلو، جميل، لاحظنا ان النسبة وتناسب، نسبة وتناسب كلها. جميل، ما شاء الله، تبارك الله. حلو، تمام. لاحظنا الحين لما تكلمنا عن الأنماط، النمط الأول، في بعضهم قال زين وشو عن الأنماط الثانية؟ يمكن بعد ما فيني التحليل وايد، يعني شخصيتي سيئة ولا شخصيتي مو بزينة؟ لا، شخصيتك زينة ولو كنت بنسبة قليلة، لأن الغالب عليك الأنماط الثانية. ولاحظ على عمرك، لما كتبت مثلا 2 في التحليلي، التنفيذي لا كنت 7 أو كنت 5، في العاطفي كنت 8. لاحظ إذا بدينا من العاطفي بتكون 8، واو أنا عاطفي، ولكن بدينا من التحليلي وجزء منك أو نمط تفكير منك في التنفيذي ونمط في العاطفي. أوكي 40. الحين نروح على النمط الرابع، عشان بيكون عندنا إن شاء الله بعدين أسئلة منكم إن شاء الله، وإذا ربي كتب إن شاء الله أجاوب عليها كلها. اسمحوا لي، جميل، جميل. الحين نحن على أي نمط؟ الحين سي الثالث. الحين نروح على النمط الرابع، الخيالي اللي هو الأصفر هذا. لاحظنا أول شيء كنا هني الاي التحليلي، بعدين انتقلنا شفنا نسبتنا كم في التنفيذي، بعدين نسبتنا كم في العاطفي، في صاحب العلاقات والعاطفي. الحين نروح للخيالي الإبداعي. الخيالي الإبداعي تفكيره تفكير استراتيجي، وهذا ينفع الشخص هذا ينفع في بداية المشروع. إذا عندنا مشروع يا فلان حط لنا خطة استراتيجية، خطة بعيدة المدى، خطة ممكن نحن نستفيد منها وبعدين ننقلها إلى التحليلي. فالشخص هذا عنده تفكير استراتيجي بعيد المدى، حتى إذا قلنا له يا فلان شو خطتك لخمس سنين؟ بيقول أسوي كذا وكذا 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 وكذا. موجود، ولكن موجودة فينا ولكن بنسبة. يحب التفكير الإبداعي ويحب يطوره، ما يحب يوقف في مكان واحد، يحب يطور. إنسان مستكشف، يحب يروح كل مكان، يحب يستكشف كل مكان في الدولة وخارج الدولة، المطاعم وغير المطاعم، وحتى في الرياضات يحب أن يلعب أي لعبة. واحد من الألعاب اللي حبيت ألعبها فترة كانت الكريكت، حبيت ألعب كريكت، عرفت شو نظامها وعرفت نظام البوينتس اللي فيها وكذا، والحمد لله عيبتني بس فترة وخليتها. أروح لرياضات أخرى،
فإنسان مستكشف يحب الاستكشاف، يحب أنه إذا شيء جديد عليه يحب يدور فيه، يحب يروح بلد ثاني، يحب يروح منطقة جديدة، يحب يجرب كل شيء، خياراته متعددة. وهالشخص إذا كانت عندك مشكلة عطى المشكلة بتشوفها بيفتح لك خيارات عديدة، يمكن 10 خيارات، من 10 ممكن 4 توافق توافق مشكلتك، توافق بيئتك، توافق كل شيء فيك، لأن الخيارات 6 الباجية خيالية، ممكن بعضها تتحقق وممكن لا، ولكن أنت تأخذ 4 هذه لأن تناسبك أنت. إنسان يتخيل بشكل كبير، يحب الخيال، يحب أن يعيش في كوكبه هو نفسه. أيوة، المنظر الشخصي، يحب أن يكون مستقل بذاته. حتى السوع مثلا، السوع اللي عنده يحب السوع تكون شوي الكبيرة، الحريم يحبون السوع اللي تكون تلمع وكذا وتكون واضحة وألوانها كثيرة. يعتمد غالبا على التخمين لأنه يحب الشغلة هذه. كيف استوى مثلا المحرك البخاري، يحب أنه هو أول شيء يفكر فيها وبعدين يروح يستكشف، يضع خطط للمستقبل جيدة وممتازة، صاحب طموح عالي جدا، لا يطيق القيود ولا الأنظمة، ويحب الإبداع فيها. الشخص هذا لا تقول له والله لازم تسوي الشغلة هذه وبعدين تروح للنقطة هاي، لا خليني أسوي على طريقتي، خليني أسوي على طريقتي وتشوف شو أسوي، أبدأ فيها. إنسان عفوي ما عنده مشكلة، نحن نقول اللي على قلب اللي في قلبه على لسانه ما عنده مشكلة، وبعد لأنه عنده الجانب العاطفي فما يحب يجرح، بس هو عفوي مع الكل، يسامح ما عنده مشكلة. من الأشياء اللي ممكن يحسنها التفكير المتغير، كل مرة نعطيه فكرة، كل مرة نعطيه مشروع ومشروع ورا مشروع، يا ربي خلونا أخلص هذه، لأن أحس أن مشاريع كثيرة وفوق رأسي أحس مشتت، لا خلني أخلصها. مندفع وعجول، يحب كل شيء، شو رأيك في مشروع؟ أوكي نسوي، شو رأيك في الشغلة فلاني؟ أوكي، شو رأيك نروح مطعم فلاني؟ أوكي، مطعم جديد؟ أوكي، مطعم بعده ما فتح؟ أوكي، ما عنده مشكلة. غافل عن مواعيده لأنه مو منضبط بالتوقيت، ما عند التوقيت عنده لكم عليه يعني، ها يعني التوقيت كيف التنفيذ مهتم في التوقيت ومنضبط فيه، هذا لا، هذا عكسه، يغفل. الفاتورة شو فاتورة أو التليفون قطع بعدين يفكر أنه يدفع، بعد كذا مسج وكذا مكالمة، ولما ينقطع بعدين يصير يدفع. الثاني ده من أول مسج يحب أنه يدفع في وقت معين. عدم التزام بالأنظمة والقوانين، يحب أنه ما يحب يتقيد بالقوانين، أعطيني حريتي فأبدع عنده. سعادته في حريته، عقلية منفتحة لأبعد حد. أوكي، نرجع للسؤال الحين لكم، كم من 10؟ يلا أشوف كم من 10 في النمط هذا. جميل، 2-8، حلو ما شاء الله. جميل ما شاء الله، عندنا مبدعين هني. 10، الله أكبر، حلو. حطوا لي 4 أرقام لو سمحتوا، كل نمط، أيوة مثل ما سوى أخوي مصطفى، كل نمط حطوا لي الأرقام 4، كم في التحليلي، كم تنفيذي، كم عاطفي، وكم، وخلوها عندكم واحفظوها. في متساوي 5، حلو جميل. أخواني لاحظوا كل الأنماط تختلف، أو كل شخص عنده نمط مختلف عن النمط الثاني، لأني أنا متفرد بشخصيتي، ما في حد نفسي،
متفرد بشخصيتي. لاحظوا الأرقام تبين لكم كل واحد وممكن يكونون توأم، ولكن في بعضها عند النمط التحليلي عالي وبعضها عند العاطفي متغير. على فكرة الأربع أنماط هذين موجودين في بيتنا، موجودين حوالينا في بيتنا، نطلعهم نستكشفهم وقت العزيمة. وقت العزيمة حين زين شو نسوي؟ نقول لهم انتي الأم انتي بعيالها، والله يا عيالي عندي عزيمة باكر، نطلقكم صاحب الدي اللي هو التحليلي، اسمحوا لي اللي حطي التحليلي، يقول زي كم واحد جاي وشو ريايي الحريم، كم شخص مع عيالهم بدون عيالهم، غدا عشاء، فياخذ كل المعلومات ويحطي، يقول اوكي اذا العدد هذا محتاجين مثلا ثلاث ذبايح، محتاجين فواكه يعني كذا سله، محتاجين كذا كذا، يحطي خطه كامله، يطرشها على التنفيذي. التنفيذي تشوفه بعد مو مهتم، بس شو اللي تبغونه؟ تبغون اروح المسلخ بروح، تبغون اروح كذا هي، بس تقول حقي والله كم واحد جاي كذا ما يهمني، انتم كم شو تبون وانا بنفذ الحين، ما عندي مشكله. هذين الاثنين موجودين، هي صاحب العلاقات هذا وين يطلع؟ نحن نقول عنه الكسول، ولكن هذا لما يجون الناس والمعازيم ما شاء الله بتشوفه يراكض من واحد لواحد ويسلم على هذا ويسولف معها ويسوي معها، فكل الشخصيات موجوده عندنا. خلينا نلاحظ وين موجودين، وين يكونون، منهم في بيتنا. فلاحظنا انهم موجودين، اللي يحب يحلل، اللي ينفذ، والعاطفي وحتى الخيالي. جميل. ايوه على استعجال عشان عندي تقريبا بس 5 دقائق عشان بعدين اخذ الاسئله. النمط في البيت، الاي يحبون الثناء، يحبون الناس تمدحهم، يحبون يؤدي الاشياء باسلوبهم هم نفسهم، ينسى عن الاخرين لان شوي عند العقل اكثر من القلب، يسال ربما جفاف، يقاطعون الحديث اذا انت تسولف كذا كذا، لا انا عندي شغله ثانيه بيخلصها، الشغله كذا كذا كذا، ويقاطع سالفتك ويخلص بس لانه بيخلص شغل. يحبون استشارتهم. نمط بي يحتفظون بكل شيء، كل شيء بتشوفه موجود عندهم. يحبون خصوصيه، انسان روتيني ابعد حد، ما يحبون زيارات والاعمال المفاجئه، يحبون كل شيء في وقته، كل شيء في وقته. الشغله هذه الساعه 4 خلصها بعدين في الساعه 5 اروح مكان فلاني، كل شيء في وقته، ما يحب بعثره. غير النمط دي، الدي او الخيالي ما عنده مشكله، يحب ينام في اي مكان واي وقت، هذا ما يحب ينام، وحتى اوقات نومه معروفه، منضبط في تسديد الفواتير، المستلزمات على حسب الحاجه، عشان شيء عنده المال والجدوى عاليه جدا، مهتم في النظافه بشكل كبير، ما يحب شيء وسخ، اذا كان دورته توسخت شويه عادي يعكها، يروح المسجد يرجع عادي يعكها، ليش والله بعد كندورتي اتشسفت، لا لا ما احبها خلاص بغير، ممكن يسبح لكم 4 مرات، يقول والله بعد ما طايق نفسي ابي اسبح. مهتمين بالامن والسلامه. النمط سي اللي بقلب كبير، والناس مستمعون، ممكن يجلس معك ساعة نص ساعة وهو يستمع لك ولا يقول شيء، ما عنده أي مشكلة، منصت بشكل كبير. يحبون أن الناس تحتاج إليهم، مو لغاية والله أنا كبير وكذا، لا لا، يحبون الناس اللي تجي لهم يا مرحبا بكم، يا مسهلا، وأنا بخدمكم من عيوني. يجدون في صعوبة في قول كلمة لا، فلان شو رأيك تسوي لي الشغلة هاي؟ يستحي يقول لا، يقول لا كيف أقول لا، ما يستوي، أوكي بسوي ولا على حساب نفسي. يعني يجرح بالمدح بس شو يحبه، مثل ما يقول ما أبغي بس دزوني عليه، أوكي امدحني بس أنا أتحرج. يخدم الآخرين ولا على حساب نفسه، نحطيه في بالنا، يخدم الآخرين ولا على حساب نفسه. نمط دي اللي هو خيالي المستكشف، يحبون المفاجآت، يحبون كل شيء
يعني مثل ما اقول سبرايز every day everywhere، ما عنده مشكله بيروح اي مكان ويسوي مفاجات، لبسه جديد، اثاثه جديد، كل شيء يحب جديد بجديد. يحملون معهم الاثاره والتهويل والمتعه، يحبون يعني يسوون اكشن مثل ما نحن نقول. ينسى ضبط المنبه، وهذا في الدوام جدا كسول، ولكن في الشغل لما تعطيه الاشياء الاداريه بتشوفه يشتغل. بيته مفتوح في اي وقت وما عنده اي مشكله، بس عند وقت النوم مو منتظم، ممكن يرقد لك الصبح وتشوفه شوي العصر رقد، في الليل بيرقد، او في الليل ممكن يكون سهران، ما عنده مشكله. غير منتظم في تسديد الفواتير، ما عنده. اوكي الحين ساعه كم؟ اوكي باجي لي 10 دقائق. زين اخواني اخواتي، حاليا خلصت الدوره، كيف تطويرها هاي بعد ممكن ناخذها في وقت ثاني. اخيرا عن شيء مهم، راقب افكارك مره ثانيه، لانها سوف تصبح كلمات، كلماتك افعال، وافعالك شو بتسوي؟ عادات، وعاداتك اذا تميت عليها هي بتكون شخصيتك، هي بتكون منو انت، وشخصيتك هي اللي بتحدد مصيرك، وين بتوصل. شخصيتك، شخصيتك كيف سويتها؟ من خلال العادات. العادات كيف سويتها او كيف بنيتها؟ من خلال الافعال، اللي هي الكلمات اللي كنت اقولها، بعد الكلمات اللي كنت اقولها تحولت الى افعال. الكلمات اللي كنا نطلعها لان اسمي تسمع وعقلي خزن من خلال الافكار. فحدد مصيرك من خلال افكارك. بالنهايه جزاكم الله خير، شكرا لكم. للتواصل معي موجود بالواتساب، بالانستغرام، موجود في كل مكان ان شاء الله، وكل وقت وكل حين موجود بالشوف اخواني واخواتي. حاليا ننطلق الى الاسئله. اوكي، ما هي كيفيه دمج الشخصيات الاربع مع تلافي السلبيات؟ مع تلافي السلبيات الاشياء اللي ممكن نحسنها نحن موجوده عندنا نحن، بس الشخصيات الاربعه موجوده فينا، ولكن مثل ما شفت اخوي نسبه وتناسب. اوكي، هل هذا زين اذا كان الشخص يتكلم في اكثر من موضوع؟ هي عادي جدا، نحن نتكلم في موضوع واحد وبعدين نروح لموضوع ثاني. في بعض الاشخاص ما شاء الله عندهم التشعب في مواضيع، ممكن يتكلم لك في اربع مواضيع في وقت واحد، ما في اي مشكله. اذا كان الشخص يقول صراحه بكل شيء، مثلا عصبي ويطلع هنا، نحن نحاسب اختي مريم، نحاسب على الشغلات هاي، يعني ما نجرح الناس ولا نخلي الناس يجرحونا. منتفع في امور، هل اذا الشخص مندفع يعني غلط يكون؟ لا، ممكن في بعض المواقف الاندفاع جميل، ولكن الاندفاع مع الحذر والتفكير في العواقب وكيفية انهائه، يعني لازم يكون اللي ما يستحي، اللي ما يستحي بهني ممكن نرده، ممكن نحن نقول له والله اسمح لنا بعد ما عندي وكذا، وعادي. اندفاعات في القرارات هني ممكن، هل العمر دور في؟ ايوه، سؤال جميل، هل العمر دور في اختلاف الانماط؟ ايوه، في مرحله الشباب او المراهقه هني نحن نقول عنها مرحله متذبذبه، فبعد ما عندنا الشخصيات ما تكون كامله وثابته، ممكن تكون متذبذبه. فهل العمر؟ ايوه، بعد فتره بتشوف ان لا، زادت الحكمه عندك، بدا النمط، بدا ما ان تكتشف بعض الاماكن وكذا، لا بعد عمر تقول ليش اروح الاماكن كل هاي، خلاص اني اعيد مكان واحد ومرتاح فيه ومستانس وخلاص. هل الانماط للعمر؟ ايوه هي فيه، وحتى من خلال ايضا التعلم، اذا كل ما الإنسان يتعلم أكثر زادت معرفته وزاد وعيه في
الشغلات كاملة. هل الأنماط تتغير حسب الظروف؟ أيوة، وممكن أنا مثلا عندي مثلا السي عالية أو العلاقات عالية، ولكن في موقف لازم أكون تحليلي عادي جدا. ليش؟ لأن عندي جزء في التحليلي وعندي جزء في التنفيذي وعندي جزء في العاطفي وعندي جزء في الخيالي، فأستخدم كل نمط في وقته. مثل ما نحن نقول الكلمة المناسبة في المكان المناسب والشخصية المناسبة. كبير أبغى غيره، كيف ممكن أمسك عاطفتي؟ هني ممكن كيف ممكن أمسك العاطفة؟ العاطفة جميلة على فكرة، جدا جميلة، ولكن كيف كيفية أن نحن نقول عنهم كيف نقدر نتحكم فيها؟ ضروري نفهم أن نجمع بين الأربع أنماط. الأربع أنماط موجودة فينا زين، ولكن كيفية تطويرها هني ممكن ناخذ فيها في الدورة إن شاء الله إذا ربنا كتب، وبعد أزمة كورونا إن شاء الله تعدين إن شاء الله بنسوي الدورة هذه، وكيفية تطوير كل نمط من أنماط الأربعة إن شاء الله. العلم فيه الأطفال هي ممكن يعلمون، ولكن مو أن نحن نقول والله هذا الشخص يكون أن خلاص بعد هذا التحليلي هذا الطفل تحليلي هذا الطفل تنفيذي. لا لا، بعد فترة بيزيد عندهم نسبة التنفيذ، بيزيد عندهم نسبة العاطفة، بيزيد عندهم كذا. العمر مثل ما قلنا يسقل الأنماط الأربعة. أختي فاطمة، إذا شخص يركز وقت عمله ووقت قيامه بأي شيء ما يرد يزفيد. ما فهمت أختي فاطمة. زين أخواني أخواتي، في النهاية شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وشكرا لمنصة الإمارات للتطوع إلى إتاحتي الفرصة هذه إن شاء الله. ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا ربنا كتب في دورة الثقة بالنفس إن شاء الله، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله منعيد دورة التحليل الشخصيات مرة أخرى. في النهاية شكرا لكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، استمتعت جدا معاكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. وإذا عندكم أي استفسار للتواصل معي موجود إن شاء الله. شكرا لكم.